يعني انتوا في المستقبل ما عندكوش قطط وكلاب؟ لا للأسف، انقرضوا زي كائنات كتير ضاعت بسبب الحروب والتلوث والكوارث. ده تحذير شديد اللهجة، لازم ناخد بالنا من عالمنا أكتر من كده. مش قادرة أتخيل العالم من غير حيوانات أليفة. مش بس الحيوانات، نباتات تانية كتير ما عادش ليها وجود، زي الزهور، أنواع كتير من شجر الفاكهة، البقوليات. البقوليات؟ إيه البقوليات دي؟ البقوليات هي الفاصوليا والفول والحمص والعدس وغيرهم. يعني ما بتاكلوش عدس في المستقبل؟ أيوة، ولا كشري. طب إيه رأيك نعزمك على طبق كشري معتبر بالدقة والشطة؟ بصراحة كنت عاوز أعملها من بدري، بس دايماً كانت المغامرات بتاخدنا. قوم خلينا ناخد فرحة في طريقنا ونروح ناكل كشري. ما تحطيش شطة كتير يا فرحة. إيه ده؟ أنا كنت فاكراها كاتشب. إيه ده؟ دي الشطة، لسعتك مش كده؟ لأ، حبيتها قوي. أنا شايفك مستمتع جداً. بقالي 7 سنين ما أكلتش كشري، دي أجمل حاجة حصلت لي من وقت كبير. بالهنا والشفا. في حاجة غلط. مالك يا فرح؟ حاسة بطاقة سلبية كبيرة حوالينا. الاتنين دول زعلانين وخايفين. ما يصحش نقتحم خصوصية الناس ونسألهم مالكم. أنا هسألهم. مساء الخير، انتوا كويسين؟ طبعا كويسين، بتسألي ليه؟ معلش عذره فرحة، هي بتحب تهزر. لا مفيش حاجة حصلت. نقدر نساعدكم بحاجة؟ لا شكرا. شكلهم زعلوا. بس احنا ما عملناش حاجة تزعلهم. طيب يا جماعة خلونا نركز في الكشري، مش عايزين نحرم رامي من اللحظة العظيمة دي. هيا إلى الكشري. مغامرتنا الجديدة هتكون فين؟ تحبوا نسافر القطب الجنوبي نطمن على البطاريق؟ ولا نساعد أهالي القرى في تايوان قبل ما يجي الإعصار؟ جماعة بصوا، مش دول الاتنين اللي شفتهم في مطعم الكشري؟ مكتوب إن باباهم ومامتهم بيدوروا عليهم. كنت حاسة إن فيهم حاجة مش صح. لازم نساعدهم، تعالوا نروح مطعم الكشري نشوف حكايتهم إيه. سألت عليهم العمال قالوا لي إنهم دفعوا الحساب ومشوا من شوية. دورت على أي أثر لطاقتهم السلبية ومش لقياهم. هما بعيد كتير لأني مش حاسة بيهم. بحثت في دايرة نص قطرها كيلو من مكاننا، مالهمش أي أثر. لازم نلاقيهم بأي شكل، لازم. أنا عملت بحث على السوشيال ميديا وقدرت أوصل لوالدهم وجبت رقم موبايله وبتصل بيه. ألو، مين معايا؟ كنت عايز أسألك على الولد والبنت المفقودين. مفقودين؟ انتوا مين يعني؟ احنا الناس عايزة تساعدك، ابنك وبنتك شفناهم من شوية وما كناش نعرف انك بتدور عليهم. هتعرفوا تلاقوهم يعني؟ الأول محتاجين منك شوية معلومات. المعلومات يا سيدي هي الواد اسمه حسن وعنده 12 سنة، والبنت اسمها نادية وعندها 16 سنة، ساكنين في الزاوية الحمراء. هربوا من امبارح بدون أي سبب، وسابوا ورقة بيقولوا فيها إنهم مش راجعين تاني. إيه سبب هروبهم؟ معرفش، ده أنا بعملهم أحسن معاملة. طيب ابعتلي صورة الورقة اللي سابوها. يعني هتعرفوا ترجعوهم؟ إن شاء الله. هيا يا جماعة هنبتدي ندور منين؟ أنا مش لاقي أي دليل نقدر نمشي وراه، لا موبايل ولا كريدت كارد. رجع الصور تاني. صور حسن ونادية؟ بس ما فيهاش أي معلومة مفيدة. بس مكان الصورة بعيد عن المكان اللي شفناهم فيه. في الصورة دي كانوا بيقربوا من تاكسي. فعلا عندك حق. هايل يا فرحة، لو قدرنا نوصل لسواق التاكسي ده أكيد هنلاقي عنده معلومات مهمة. بحاول أكبر صورة نمرة العربية، ومع استخدام برنامج تحسين الصور بيظهر لنا الرقم ده. معانا رقم العربية، نوصل السواق ازاي؟ اقدر ادخل على كاميرات الشوارع واشوف خط سيره. او نقدر نستعين بمس هايدي. صح، لانه بيتحرك طول الوقت في الشوارع ومش هنعرف نوصله بسهولة. الو مس هايدي، محتاج لك في خدمة. طبعا يا نور، تحت امرك.
معانا صورة للوحة أرقام عربية وعايزين بيانات عن صاحبها. طبعاً أقدر أساعدك، لأني متأكد أنك عاوز المعلومة لمغامرة من مغامراتك أنت وأصدقائك. شكراً لحضرتك، هبعتلك صورة اللوحة حالاً. جماعة أنا بجد فخورة بيكم، اللي بنعمله ده حاجة بطولية. شفتي زي الدنيا بقت سهلة لما قررنا نساعد حسن ونادية؟ فعلاً، ميس هايدي ساعدتنا وجابت لنا الاسم الرباعي لسواق التاكسي، ومن الاسم قدرنا نوصل لرقم موبايل السواق، والسواق طلع متعاون. أول ما كلمناه رحب بمساعدتنا. فين مكان السواق يا نور؟ كان بيوصل عميل وبعتلي لايف لوكيشن عشان نقدر نوصل له بسهولة. هو دلوقتي في شارع هادي في مدينة الشيخ زايد. طيب استعدوا، هننزل بالطيارة. السواق وصل. اهلا استاذ نور. اهلا استاذ رامي. معلش عطلنا حضرتك. مفيش عطلة ولا حاجة، امرني. حسن ونادية. ايوه تقريبا دول ركبوا معايا النهاردة. يهمنا نعرف مكانهم، نزلوا فين بعد ما حضرتك وصلتهم؟ نزلوا فين يا جرجس؟ نزلوا فين يا جرجس؟ ايوه كانوا رايحين التجمع. التجمع كبيرة، حضرتك ما تعرفش نزلوا فين تحديدا؟ انا وصلتهم لحد مدخل الشويفات، انا فاكر كويس. شكرا جدا يا عم جرجس، دورنا في كل حتة ملهمش اي اثر. متأكد انك رجعت كل الكاميرات؟ ايوه، وصور الأقمار الصناعية كمان، الاتنين اختفوا بمعنى الكلمة. سألت عنها في كل حتة وما لقيتهاش. طرت حوالين البيوت والشوارع و أنا حاسة بالبنت، بس أخوها مش معاها. هي فين؟ تقدري تاخدينا ليها؟ أيوة أهي. نادية بتعيطي ليه؟ أخويا حسن. ماله؟ يا ترى أبطالنا هيعملوا إيه؟ جايز تكون صدفة. خلينا نشوف في الحلقة الجاية.